وليس بالتصريحات. ولذلك أنا هنا أريد أسأل، الظروف الدولية هل ستكون ضاغطة على إيران كالذي حصل في أفغانستان بعد أن تحولت إلى دولة يقودها الإرهاب؟ سيضغط على إيران، وبالتالي هذا سينعكس في الموقف الإيراني في قمة بغداد، ستجد نفسها مضطرة إلى أن تكون علاقاتها مع هذا المحيط أكثر استقراراً، لأنه كما قيل قد تفتح عليها جبهة من جهنم من أفغانستان. وارد، مرحلياً الآن يبدو أن هناك حالة انسجام نسبي ما بين إيران وطالبان، والمعلوماتك أنه جماعة طالبان زاروا إيران مرتين يمكن أو أكثر لطرح بعض الأفكار عليهم. للأسف الشديد التيارات المتشددة، وخاصة لما تكون بالسلطة مثل إيران ومثل طالبان، قد يكون لديها دوافع بأن تذهب لتحقيق أحلامها الأيديولوجية. اليوم العالم ليس عالم أيديولوجيا، اليوم العالم عالم مصالح. الشعوب تريد أن تعيش، تتعلم، تتطبب، تتوظف، هذا الذي هو الحقيقة الأساس. التنمية هي الأساس. إذا فكرت إيران بذلك والحقيقة توقفت عن التدخل في شؤون الآخرين بحلم التصدير وبحلم أيضا الهيمنة، أنا أعتقد أنها ستكون جار عزيز وستكون لها قابلية لدينا كلنا. كثير منا نعم. يزورون لنا علاقات حميمة مع إيران الحقيقة، وتدري مكوناتنا الاجتماعية عندنا في الخليج كلها يعني لها أصول ومتداخلة. لذلك نعتقد أنه إيران وتركيا أيضا وليس فقط إيران عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار أنه في منطقة عربية حقيقة جسدها واحد حتى وإن تجزأت، وهذا الجسد يتألم لأي إصابة. يعني اللي يضرب سوريا أنا قاعد يضربني، واللي يضرب العراق يضربني، وأيضا اللي يضرب السعودية في مناطق الرياض والجنوب وحتى أبها يضرب العراق. لذلك هذه القوى لها مساند، لها داعم، على هذا الداعم أن يأخذ بعين الاعتبار أن ليس من مصلحته أن يعمل ذلك. طيب بهذه اللغة مرحليا يمكن تكون علاقة طيبة، لكن على المدى الطويل سوف يكون هناك صراع، وللأسف ومؤلم جدا أنه قد يكون صراع مذهبي في هذا الجانب. طيب أشكرك، أني أعود إلى بغداد.